السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية نهديها لكم أعزائنا مشاهدي قناة كويت سبورت في كل مكان، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة، وذلك لتسليط الضوء على أبرز ما طالعتنا به الصفحات الرياضية لهذا اليوم من مواضيع متنوعة. فأهلا وسهلا بكم معنا. أهلا بكم في الصحافة المحلية. لاقت الفرق الكبيرة صعوبات جمة خلال انطلاقة الجولة 22 من عمر دوري فيفا لكرة القدم، حينما واجهت الأندية المغمورة مساء الأمس، فالأبيض بالكاد تمكن من عبور أبناء الفروانية بعدما لعبوا أمامه بشكل منظم حتى جاء الفرج للعميد في وقت متأخر جدا من زمن المباراة. أما الأخضر فأنه سقط وبشكل غريب خلال المواجهة التي جمعته برجال السيد أنور اليعقوب بعد مستوى مميز جدا من قبل ضيوف المنصورية. خطف الكويت فوزا قاتلا ومهما أمام التضامن بهدف دون رد سجله جمعة سعيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب التضامن في انطلاق منافسات الجولة 22 من دوري فيفا، وبهذا الفوز حافظ الأبيض على صدارته للدوري برصيد 48 نقطة، فيما ظل التضامن على رصيده السابق ب 29 نقطة. وضغط الكويت كثيرا من أجل التسجيل لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تماسك دفاع التضامن وحارس مرماهم وليد رشيد، غير أن الهدف قد جاء بعد ذلك للأبيض في وقت حرج للغاية. خطف نادي خيطان فوزا ثمينا من النادي العربي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد صباح السالم ضمن الجولة 22 من منافسات دوري فيفا لكرة القدم، وانتهى بفوز الضيوف بهدفين للا شيء، جاء عن طريق كل من المحترف الإمام سيدي في الدقيقة 87 ومحمد عبيد في الدقيقة 93، وبهذه النتيجة توقف رصيد الأخضر عند 37 نقطة، في حين رفع خيطان رصيده إلى 18 نقطة. حصد النقاط سيكون الهدف الرئيسي بالنسبة للنادي الملكي والعنابي خلال قمة الجولة الحالية من دوري فيفا لكرة القدم التي ستجمعهم هذا المساء. فتلاميذ السيد داليبور يريدون إكمال مسلسل النجاح خاصة مع اقترابهم من المتصدر، بينما يتطلع أبناء السيد ظاهر العدواني للعودة من جديد إلى جادة الانتصارات. وبالانتقال إلى كرة اليد فأن السماوي حقق الفوز على الفرسان في مستهل مشواره بالكأس، وكذلك فعل الأخضر أمام خيطان. تشهد منافسات دوري فيفا لكرة القدم اليوم أربع مواجهات في ختام الجولة 22، تجمع القادسية والنصر على استاد علي صباح السالم بجليب الشيوخ، والشباب والفحاحيل في الأحمدية على ملعب الشباب، والجهراء والصليبخات على استاد مبارك العيار. وتقام المباريات الثلاث في توقيت واحد في الساعة 5:25 دقيقة، وعند 8:05 تقام المباراة الختامية في الجولة، وتجمع كاظمة والسالمية على استاد الصداقة والسلام بالعدالية.
حقق السلمية فوزا صعبا على الجهراء ب 27 هدفا مقابل 21 أمس في انطلاق الدور التمهيدي لكأس كرة اليد على صالة الدعية، وتأهل السماوي إلى الدور ربع النهائي لمواجهة العربي الفائز على خيطان ب 30 هدفا مقابل 14 أمس. ويستكمل الدور التمهيدي اليوم بمباراتين، فيلعب الجرين مع التضامن والفحيحيل مع الشباب. في المباراة الأولى يخوض الجرين اللقاء طامحا في التأهل من أجل إنهاء الموسم بطريقة مثالية، في المقابل يأمل التضامن في تقديم المستوى الجيد. الصحف العربية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم في الصحافة العربية. نجح الشياطين الحمر في تخطي عقبة أبناء الجنوب خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء الأمس، ليظل أو يبقى بالتالي النادي العريق على رأس ترتيب الفرق حتى الآن وبفارق مريح عن أقرب منافسيه. وبالذهاب إلى دولة قطر الشقيقة، فأن الإنجاز الذي حققه المدرب العربي الشاب رفقة النادي المميز الذي يدربه في الدوحة قد لاقى إشادات واسعة النطاق. حقق فريق الأهلي فوزا سهلا ومستحقا على أسوان بهدفين نظيفين بأستاد أسوان في اللقاء المؤجل من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز. أحرز الهدفين ميدو جابر والإيفاري سليماني كوليبالي ليرتفع رصيد الأهلي إلى 64 نقطة بفارق 10 نقاط عن المقاصة الثاني، قبل احتساب 3 نقاط الزمالك للمقاصة والتي ستضاف لرصيده رسميا الثلاثاء المقبل، ليغرد الأحمر منفردا على القمة، بينما تجمد رصيد أسوان عند 18 نقطة في المركز 16. بعد أقل من أسبوعين فقط من احتفاله بعيد ميلاده 41، احتفل المدرب الجزائري جمال بالماضي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخوية بحصد لقبه السابع في مشواره التدريبي الذي يمتد عبر 7 سنوات قضاها في كواليس كرة القدم القطرية كمدرب للأخوية ثم العنابي قبل العودة مرة أخرى لفريق الأخوية. ويوما بعد يوم وبطولة تلو الأخرى، أثبت المدرب العربي المتميز أنه يملك فكرا كرويا متميزا وطموحات كبيرة مع كرة القدم جعلته قادرا دائما على الصعود إلى منصات التتويج. مشاهدي الكرام، طبعا بشأن هذا الخبر، خبر نادي الأخوية، نود أن لدينا اتصال عبر الهاتف مع الإعلامي القطري السيد محمد المنصوري. أستاذ محمد، مساك الله بالخير في برنامج عالم الصحافة، ويا هلا ومرحبا فيك وفي أهلنا في قطر. طبعا بداية، ما هو رأيكم في المستوى اللي قدمه فريق الأخوية مع المدرب الجزائري جمال بالماضي خلال بطولة الدوري القطري، يعني تقريبا التي توج بها مؤخرا، وهل سيبقى جمال بالماضي في منصبه مع الأخوية أم سينتقل لنادي آخر؟ أكيد يعني العروض راح تنهال، ولا شك أيضا تحسب لجمال بالماضي أن في هذا الكم الهائل من المدربين الأجانب في الدوري القطري، لكن مع ذلك أثبت علو كعبه. يا هلا ومرحبا أخوي، وتشرفت بالمشاركة معكم. الله يسلمك. بما يخص المدرب جمال بالماضي، المدرب جمال بالماضي أثبت علو كعبه في الكرة القطرية عموما وليس فريق الأخوية فقط. نعم. حقق كأس الخليج في الرياض. نعم. بين جماهير قفيرة، وأظن أن يعني هذا الإنجاز يعتبر إنجاز كبير له. نعم. حقق بطولات أرباسيا مع المنتخب وحقق بطولات كثيرة مع الأخوية. نعم. أعتقد أن جمال بالماضي مرشح للبقاء، مرشح قوي للبقاء، خاصة فريق الأخوية. نعم. يضم عناصر عديدة ومميزة تكفل له حتى المنافسة في دوري أبطال آسيا، والمشروع القادم للأخوية اللي نتمنى احنا كإعلام قطري وكجماهير قطرية ان الأخوية يواصل مشواره في دوري أبطال آسيا، لانه يملك كل المقومات للحصول على البطولة الآسيوية. نعم. هل هناك اخبار عن عروض معينة يمكن من الأندية محلية في قطر مثلا؟
من يدرب الأخوية لا ينظر إلى كل شيء موفر للأخوية. يعني ما شاء الله مسوي له كونتراكت ما يخرش المية مثل ما يقولون. صحيح، الأخوية إدارة مميزة ويملكون فكر عالي، بدليل أن خلال سنوات بسيطة الفريق أصبح من الفرق الكبيرة وينافس على جميع البطولات وعلى جميع الأصعدة. الإعلامي القطري محمد المنصوري، كل الشكر لك. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل، وبعد ذلك ضيف وناقد رياضي مميز مع الصحافة العالمية. أهلا بكم من جديد في الصحافة العالمية، وضيفنا بداية أحب أرحب في ضيفنا، ضيف مميز وخلوق وصاحب يعني دائما يثرينا ويثري المشاهدين الكرام، هو الناقد الرياضي في جريدة السياسة السيد ناصر الفضلي. أبو علي مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. وأنا جدا سعيد في وجودك. وأنا أسعد يعني. مشكورين يا أبو حسن على الاستضافة. طبعا شفنا كلنا المباراة القمة البارحة، تشيلسي و مباراة تكتيكية بحتة يعني، ويونايتد بصراحة وأثبت سبيشال ون أنه سبيشال ون، لكن نقرأ الخبر وإن شاء الله الحديث له بقية معه. عندما يتعلق الأمر في النواحي التكتيكية فجميع المدربين يصبحون تلاميذ بمدرسة سبيشال ون، هذا ما قاله الإعلام البريطاني بحق الداهية البرتغالي، والذي بذكائه سجل البلوز رقم سلبي منذ عقد من الزمن. بينما كشفت وسائل الإعلام عن هوية الحكم الكلاسيكو الأوروبي المنتظر، وما جعل جماهير الملكي تخشى من تكرار الحسرة. تغلب مانشستر يونايتد على تشيلسي بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح مدرب الشياطين جوزيه مورينيو في تحقيق الفوز أمام جميع الفرق التي واجهها في طول مسيرته بالبريمير ليج، كما لا يوجد أي مدرب في المسابقة تمكن من تحقيق الفوز على مورينيو ذهابا وإيابا. تعرض تشيلسي للهزيمة أمام مانشستر يونايتد في موقعة أولد ترافورد لتصبح أمنياته بالتتويج بلقب البريمير ليج مهددة من مطرده توتنهام هوتسبير. وذكرت صحيفة ميرور بعد اللقاء أن البلوز فشل في التسديد على مرمى حارس اليونايتد دخيا للمرة الأولى منذ عام 2007. يدير الحكم المجري فيكتور كاساي مباراة الإياب بين بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعدما انتهى لقاء الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الريال. وسبق لكاساي وأن أدار إياب نصف النهائي بين الطرفين بموسم 2011-2012 للملكي، حيث فاز المرنجي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الوقت الأصلي، ولكنه خسر بركلات الترجيح ليودع المسابقة. اهلا بكم من جديد فيكم في ضيفنا. طبعا السيد ناصر الفضلي، مورينيو تغلب على جميع فرق الدوري الانجليزي الممتاز، احصائيه رائعه دخلت التاريخ، ما هي وجهه نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه مشكورين ابو حسن على الاستضافه. الله يسلمك. طبعا بالحديث عن مباراه تشيلسي ومانشستر يونايتد امس، السبيشال ون اثبت قدره تدريبيه رائعه جدا. لو نلاحظ ان فريق تشيلسي دائما ما يعتمد على الثلث الاول مع بغياده كونتي، ويعتمد على الدفاع القوي، فعمليه الضغط على تشيلسي راح تكون مشكله بالنسبه لمانشستر يونايتد. لو نلاحظ امس ان سبيشال ون لعب
بأداء ثابت طول التسعين دقيقة، اللي هو الأربع لاعبين اللي بالوسط يقومون بأدوار دفاعية، وبنفس الوقت استدراج لاعبين تشيلسي. ومن هذه الطريقة لاحظنا الهدف المبكر اللي صنعه نجم المباراة هيريرا لراشفورد، وكذلك اللاعب اللي قام بأدوار مذهلة خلال المباراة. لو لاحظ أن اللاعبين اللي الأربعة اللي ثلاثة اللي في وسط الملعب، فيلايني وبوغبا ويونغ، واللاعبين بدنيا جدا ممتازين على مستوى بدني، وهذا هذا يمتاز فيه مورينيو. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية خط دفاع أولي يعني. عفوا نعم. نقطة ثانية، مكان اللعب ما كان متغهر يعني مانشستر يونايتد وسط الملعب، ولا كان مندفع. صحيح. هيريرا لاعب ذو مجهود كبير في أرض الملعب، لاعب تكتيكي غام بأدوار كبيرة منها وضع حازار تحت الرغابة. أنا أتصور إن كل هذه الأسباب أدت إلى أن منع تشيلسي من تشكيل أو تهديد مرمى دخية. خمس تسديدات ما كانت على مرمى خيا، كانت خارج الخشبات الثلاثة. فأنا أشوف إن يعني غياب ماركوس ألونسو لاعب الظهير شمال تشيلسي لخبط أوراق كونتي، وضع موزيس وسط يمين كظهير شمال، صح، هاني صار عندك تبديل مركزين، دخول زوما مكان أزبيلكويتا كمساك، صار عندك ثلاث تبديلات، إضافة إلى وجود ماتيتش وكانتي. أنا أعتقد أنه كان في مبالغ فيها، لاعبين ارتكاز أمام خمس مدافعين. صحيح. هذه مشكلة كبيرة. أنا أتصور أنك لو كان فابريكاس لعب أساسي من البداية، كان مع كانتي كان ممكن يكون فريق صحيح. أكثر نجاعة هجومية. صحيح. زائد موزيس عابوا عليه هذه. نعم، وموزيس يظل في مكانه يعني ما يتغير مكان موزيس، هو فقد اللاعب حتى بالجيم. هم عابوا علينا كأن نوعا ما لعب تحفظ وطريقة التمريرية مع تغيير مراكز يعني. حتى هدف راشفورد كان خروج زوما بالكرة خلف ألونسو كان في مشكلة. فهني يقول لك ما كان في تجانس بين اللاعبين. واضح لأن خصوصا ألونسو بعد غياب طويل. صحيح. أنا أمس سمعت لقاء كونتي بعد المباراة. نعم. كونتي سألوا ليش، قال إحنا يعني هذا رده، وأبيك تعلق على هالرد. قال إحنا مع الأسف ما عندنا، فقدنا الحافز، وكأنه يقول أو في إيحاء أن على بنا متصدرين وايد وياين احنا راهين، كانه في ثقه. يقول ما عرفت شلون احفز لاعبيني، هذه قالها. ايش تفهم من صحيح؟ هو لو تلاحظ المباراه امس بحسن كانت مباراه فيها نديه، فيها قوه، فيها التحامات، فيها روح معنويه عاليه، فيها اداء قوي، فيها اداء رجولي من قبل، خصوصا من قبل. يقول انا اتحمل الخطا. طبعا هو الاول يتحمل على اساس يخفف الضغط على اللاعبين، خصوصا المرحله هذه مرحله حساسه، باقي ست جولات والفارق اصبح اربع نقاط عن توتنهام. فبالتالي انا اتصور ان ما قام به مانشستر يونايتد هو اللي وضع كونتي في المأزق هذا. يعني عمل مورينيو واداء مانشستر يونايتد كافضل مباراه شفناها للمانيو خلال الموسم الحالي هي اللي وضعت كونتي في هذا الوضع. لا، تصريح هذا تصريح كونتي، تصريح مدرب محترف يريد ان يقول ان اعاده الفريق للنفسيه الصحيحه والمحافظه على الصداره، خصوصا ان مواجهات تشيلسي راح تكون اسهل نظريا من مواجهات توتنهام يعني نعم الثاني، الفارق يعني بينهم اربع نقاط. نعم. يعني ايضا لازلنا في عنق الزجاجه. لا يوجد اي مدرب في البريمير ليج تغلب على مورينيو ذهابا وايابا، وهذا دليل واضح على ذكاء البرتغالي وبانه يتعلم من اخطائه. تعليقك يعني ما في خلاف، يعني هل صحيح ان استطاع أن يفوز على كل الفرق القوية؟ طبعاً هو على مدى خلال مسيرته في بريمير ليج مع تشيلسي، يعني ماكو فريق فاز عليه مرتين قسمين. يعني الكلام إن المدرب، يعني مدرب تغلب على مورينيو سواء كان مع تشيلسي أو مانشستر في الذهاب والعودة، ما في. طبعاً هذا طبيعي لأن مورينيو طبعاً ما حد يختلف على أنه من أفضل المدربين بالعالم. إيه بس مورينيو هم طبعًا يقولون أبو علي إنه هو هي باركس ذا باص، يعني على قولتهم تشوفه 9 عند 18 مسكرين. صحيح، هو ميوله دفاعيه اكثر مورينيو. انا برايي ميوله دفاعيه اكثر، زائد مورينيو يعتمد على اللاعبين بدنيا اكثر. يعني امس شفنا مات على دكه البدلاء، مات مو منظومه مورينيو الا في احيان. لكن انا اللي بقول ابو حسن ان لما يكون الكلام عن مورينيو، بس عفوا الكلام الاخير حق مورينيو، ان لا المشكله مو بس بدنيه، مشكله ما كان في مشكله بدنيه، كان يركز على البدني اكثر من الامور الفنيه. مورينيو بالانتقال الى الهجمه ما يكون في وزن الاداء الدفاعي والادوار الدفاعيه واداء خط الوسط.
الموسم الماضي ليستر سيتي يعني قلب كل التوقعات وحقق يعني مفاجأة كبرى، هل بإمكان توتنهام تكرار عمل هذه المفاجأة؟ أنا أستبعد هذا الشيء، بس بوضح نقطة أبو حسن. بالنسبة لمانشستر يونايتد ومورينيو مع مانشستر يونايتد، إنه ما خسر مع مدربين. أولا في مواجهة راح تنتظر مع مانشستر سيتي في الإمارات، هو كان خسر الذهاب مع غوارديولا. اثنين بحكم أن طبعا مانشستر سواء تدريب مورينيو لتشيلسي أو لمانشستر يونايتد هذه فرق كبيرة، عنده لاعبين كبار، هو مدرب لا يغل شأن يعني معروف بهم مورينيو، فبالتالي من الصعوبة أن يخسر مواجهتين ذهاب وإياب أمام مدرب. أكيد. بالنسبة لتوتنهام، توتنهام فريقي أنا صراحة هذا الفريق عجبني جدا، فريق أنا ذكرنا قبل حلقة إنه كان بدايته كانت جيدة ووسط الموسم جيد جدا، يفوز على أي فريق حاليا ممتاز، الأمور بحالة استقرار وماخذ وضعه بالاختصار بالمختصر بين قوسين، لكن مواجهاته أنا أعتقد عنده مواجهة مع أرسنال وعنده مواجهة مع مانشستر يونايتد، مواجهاته حتى اعتقد مع ويست هام لها لعبه، اخر لعبه راح تكون مع هال سيتي، فانا اشوف ان توتنهام ما كان محظوظ في 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 الجدول، زائد مواجهات سته ابو حسن الاخيره سواء لتشيلسي او لتوتنهام، الوضع المنافس راح يكون بغض النظر عن الاسم، وضع المنافس شنو راح يكون، هل مهدد بالهبوط للدرجه الثانيه، شنو اداء راح يكون خلال 90 دقيقه، هذه اللي راح تفرق. مع ذلك تشيلسي له الافضليه يعني. ني عند حظوظ البافاري امام الملكي في سانتياغو برنابيو دوري الشامبيونز ليج غدا، هل تعتقد يسويها بايرن ميونخ ويتغلب على اخطائه ويتاهل ام لا ريال يبقى ريال؟ والله شوف انا برايي ابو حسن كل شيء وارد، هذه المباريات مباريات من درجه رفيعه جدا تحتاج الى اهتمام باقل التفاصيل، تركيز اللاعبين، يعني لاحظنا لعبه الذهاب البايرن لعب بالشوط الاول كان اداء صحيح، انشيلوتي وضع بالاعتبار ان الريال قادم لخطف هدف مبكر، فكان الاداء فيه توازن بالاداء الدفاعي والانتقال كان حذر في الهجوم، خطف هدف نقطه تحول المباراه، اهدار ركله الجزاء مالت فيدال كان ممكن يوسع الفارق، وهذا كان يشكل ضغط على الريال، والبايرن ممكن كان يضرب اكثر بالشوط الثاني، خطف هدف ريال مدريد دون مقدمات، يعني ما كان ريال مدريد ضاغط على فريق البافاري اول جيم الثاني، هذه النقطه الثانيه، النقطه الثالثه طرد مارتينيز، انا اعتقد ان ريال مدريد وضع قدم في نصف النهائي، خسارته على ملعبه امام جمهوره مستبعده، وان كان بايرن ميونخ راح يستعيد هوملز وباتينغ راح يكون موجود وليفاندوفسكي ايضا راح يكون موجود، لكن انا اتوقع ان فيها صعوبه كبيره جدا على البايرن، يعني الريال يعني بصراحه انت تؤيد من يقول ان أنشيلوتي لعبها صح، ولكن هم لاعبين ظروف المباراة أحياناً ضيعوا الفوز من صحيح أبو حسن، إحنا نقول أحياناً ظروف المباراة ما تخدم الفريق مع أن المدرب شغال صح، أحياناً نقول ظروف البطولة ما تخدم الفريق، والعكس صحيح، يعني ريال مدريد ظروف البطولة النسخة الأخيرة استفاد من من القرعة مثلاً، والفرق القوية المنافسة ودعت، يعني أنشيلوتي أنا أعتقد لا حسب الأمور صحيحة، كانت أخطاء فردية من اللاعبين يعني كلفت المباراة طبعاً كلفت المباراة هذه. نذهب إلى أيضاً الخبر القادم من عن مباريات الشامبيونز ليج. بيّنت إحدى الصحف المقربة من المرينجي ما تخطط له الإدارة في الميركاتو الصيفي عبر بيع هداف مونديال للشياطين الحمر مقابل ضم الحارس الأسباني. أما مدافع البيانكونيري فبدأ متخوفاً جداً من ثلاثي الرعب الكتالوني قبل المنازلة الحاسمة بالكامب نو. ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يفضل بيع لاعبه الكولومبي جيمس رودريغيز إلى مانشستر يونايتد، وأكدت صحيفة أس الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يرغب في بيع اللاعب إلى الشياطين الحمر من أجل إقناع اليونايتد بالتخلي عن حارسه الإسباني ديفيد دخيا نظير وصول جيمس إلى ملعب أولد ترافورد. قال الإيطالي جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس قبل يومين من مباراة فريقه أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا: نحن نعلم أن المباراة بالكامب نو ستكون صعبة للغاية وسنكون حذرين لأن التأهل لم يحسم بعد، وأضاف: البرسا لديهم أفضل ثلاثة مهاجمين من أصل خمسة في العالم، إنهم مثل أسماك القرش يشمون رائحة الدم وسنفعل ما بوسعنا لإيقافه. أهلا بكم من جديد. في حال تمت صفقة المبادلة، من سيكون الرابح الأكبر، ريال مدريد أم مانشستر يونايتد مع ذكر الأسباب؟ والله شوف أنا بداية هم من يريدون دخية مقابل خميس كولومبي،
يعني انا اشوف ان ريال مدريد فعلا بحاجه الى حارس مرمى بوزن كاسياس او او حتى بوفون. ودخية من زمان ميت يبي طبعا حتى حتى بيريز رئيس ريال مدريد هو الكل يعرف انه كان في ثواني قليله عن انتقال اللاعب الى ريال مدريد، لكن انا اشوف انه في شبه اجماع على انه مع بالنسبه للمدريديه ان الكوستاريكي نافاس مستوى في ما هو المستوى الموسم الماضي او اللي فمستوى في نزول، فالفريق يحتاج الى حارس مرمى. مانشستر انا ذكرت قبل هالمره انه اكثر من هو الرابح، لا يعني مو بس رابح، انه خميس اقرب لمانشستر يونايتد، لان انا اتصور ان مانشستر يونايتد يحتاج الى مفتاح لعب اخر غير مختاريان، اللاعب الارميني لاعب ممتاز جدا لكن ايضا تحتاج لاعب ثاني مع مفتاح لعب في الوسط. نية حق السؤال ابو المليون دولار مثل ما يقولون، سؤال المليون، العديد من الجماهير يعني تؤكد بان برشلونه قادر على تكرار عمله مع سان جيرمان في مواجهه اليوفي، ولكن دفاع اليوفنتوس قوي والتكتيك الايطالي حاضر، ما رايك؟ يعني بصراحه انت تو تحت الهواء اعطيتني توصيفه صج وايد منطقيه، هجوم حاد ودفاع هش برشلونه. مو بس كذي، قلت لي ان اليوفي كانت عنده فرصه ونص او فرصه ونص، سجل ثلاث اهداف نعم، بمعنى ان ابو حسن هذه المباريات انت تحتاج تشوف المدرب نوعين، اما تحضير الفريق واللاعبين للمباراه بالشكل السليم نفس ما عمل أليجري قبل لعبه برشلونه مدرب اليوفي، او ان بالمباراه في حال انغلبت الامور عليك تعرف شلون تدير اللعب كمدرب. انت المباريات مثل هذه اول يعني هو يعرف أليجري يعرف جيد يعلم جيدا وغرى برشلونه ان برشلونه دائما بدايته ما تكون بالصوره المطلوبه، ما يكون يعني سواء بالليغا او بدوري الابطال، لذلك هو ضغط بالاول 15 دقائق ربع ساعه كره ديبالا فرصه جاءت داخل 18 سجل منها. الهدف الثاني كانت عرضيه تغير اتجاهها من المدافع بيكي اتصور، فبالتالي ما اعتقد انها فرصه خطيره، لكن نصف فرصه سجل من الثاني. الهدف الثالث كان من كليني من ركله ركنيه، ما شفنا فرص اخرى. نعم. هني هذا هو المطلوب، انت برشلونه يجيك فرصه حق انيستا، بالمناسبه تصدي بوفون قد يكون نقطه تحول بالبطوله كلها. يعني انت ايضا واجهته فرصه انيستا وسواريز راسيه وانفراد فرصه، وايضا كره على حدود منطقه الجزاء لميسي مرت الجوار الغالب. اربع يعني فرص تقريبا هذه اللي ممكن تكون يعني خطيره. انت تشوف لا احتمال رومونتادا ثاني كلاكيت سيناريو صعبه جدا، لان اليوفي راح يكون بالفورمة، اليوفي راح يكون على في يومه، برشلونة هني عادي يرد الأمر لبرشلونة والثلاثي الساحر. أنا أعتقد النقطة الأخيرة أن تصدي بوفون لانفراد إنيستا والنتيجة كانت 1-0 لليوفي، هذه الفرصة ممكن تذهب باليوفي إلى النهاية، يعني ممكن لو برشلونة كسب 2-0 ما راح يتأهل، بالتالي هذه كانت نقطة أساسية خصوصا أنها ردت الهدف الثاني لليوفي. نعم. بعد الكورنر. نعم. نعم. فهذه ممكن هي نقطة التحول اللي اليوفي يتوج بالبطولة. الناقد الرياضي من جريدة السياسة سيد ناصر الفضلي، شكرا لك. شكرا يا أبو حسن، ما قصر. مشاهدينا الكرام كان هذا كل شيء، نترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله.